طريقة حساب مواقع العناصر بالاراي الون دايمنشن، عرفنا انه اكو قانون واحد وعرفنا شلون نحسب الموقع بالماتريكس. بما انه هي مصفوفه تحتوي على صفوف واعمده، فانا لازم عندي طريقتين، طريقه الصفوف يا اما طريقه الصفوف يا اما طريقه الاعمده. اكو طريقتين اقيس بيها او احسب فيها موقع العناصر. اول شيء راح ناخذ طريقه الصفوف. طريقه الصفوف بها قانون ثابت، قانون واحد ثابت. راح تشوفون مصادر تتعدد به القوانين، لكن هي في مصدر واحد او في هدف واحد. عندنا لوكيشن للعنصر اللي نريد نحسب له اي وجي. قلنا اي شو تمثل؟ اي تمثل الصفوف، وجي تمثل عدد الاعمده او العمود. يسار لوكيشن، هنا اللوكيشن راح تكون شنو؟ يا اما البيس ادريس يسميه البيس ادريس، يا اما اللوكيشن. ماكو مشكله، اكو مصادر تسميه بيس ادريس واكو مصادر تسميه لوكيشن. سي وراح نعرف شنو سي. في ام في اي ناقص واحد زائد جي ناقص واحد. واضح القانون طلاب؟ واضح استاذ، نعم واضح استاذ. زين خلينا نجي سي شنو تاني؟ والام شنو تاني؟ اللوكيشن قلنا هو ستارتنج ادريس، هنا بداية الخزن يسموه الستارتنج ادريس. يعني شنو ستارتنج ادريس تو ستور؟ يعني اول بدايه شنو؟ اول عنوان بالخزن. اول عنوان اللي هو من هو هذا اول عنوان يعطينا اياه من نابدا. اذا طريق زين الان شنو؟ هنا العدد توتال شنو؟ نمبر انه نمبر اوف كولوم. يعني عدد العمل، عدد شنو؟ العمل. واضح؟ هسه خلينا ناخذ مثال ونشوف شلون راح يصير. طبعا بالمناسبه اكو ناس تسمي المصفوفه تبدي بصفر واحد اثنين، واكو ناس تبديها بواحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. هذا ما راح يفرق عندنا، احنا ما راح يفرق عندنا. يعني خاصة تلقون المصادر تختلف، فما راح ماكو فرق. اكو مصادر تسميها بالصفر تبدي، واكو مصادر تبدي بالواحد، هو نفس الشيء بالماتريكس فقط. بالماتريكس فقط. زين. ناخذ مثال اللي ناخذ اول مره الطريقه الثانيه. شوفوا مثلا اذا كان عندنا هنا نخزن 3 11 20
ستة اثنين واحد سبعة خمسة أربعة. شباب إذا ما واضح صبوره قولوا لي. واضح واضح استاذ واضح. طريقة الصفوف، طريقة الصفوف راح طريقة الصفوف بما انه صفوف اخر صف صف يعني هذا الصف اخذ اول واحد شوف اخذ اول صف اللي هو شنو؟ متكون من ثلاث قانات ثلاثة 11 20 واضح يا صف اخذت اول صف اللي هو هذا اول صف هذا اول صف زين اخذ الصف اللي بعده اللي هو شنو؟ ستة اثنين واحد بعد اخذ الصف الاخير اللي هو شنو؟ سبعة خمسة أربعة واضح المصفوفة شلون صارت؟ نعم استاذ نعم استاذ هنا الخزن الخزن بالحاصلة لازم يكون بالترتيب يعني مثلا اذا بدينا هذا مثلا اول عنصر انخزن بمين هذا شنو هذا اللوكيشن هذا اللوكيشن واضح بمين هذا لازم يكون شنو بعدد ثابت يا اما 101 102 103 وهكذا مثلا هذا 101 هذا 102 هذا 103 هذا 104 105 106 107 108 هسه مقدار زيادة من يقول ايش قد؟ مقدار زيادة واحد جاي اضيف واحد واحد واضح؟ شوفوا واضح استاذ هاي مين؟ هاي مين؟ اجت هاي هنا شنو؟ 101 102 هذا التغيير اللي هنا موجود هو هذا نفسه شنو؟ سيرة هو هذا سيرة يعني اعطيك اياه بالسؤال يقول لك اول موقع خزنته الرقم 100 وعدد البتات ايش قد؟ مثلا 2 بايت 3 بايت اذا 2 ايش راح يصير عندنا؟ يصير 100 هنا 102 104 106 108 وهكذا يظل يضيف 2 2 واضح السي هسه شنو؟ نعم استاذ نعم استاذ هاي بالنسبة إلى طريقة شنو؟ هاي بالنسبة إلى طريقة الصفوف واضح طريقة الصفوف شباب؟ نعم استاذ نعم استاذ قلنا اريد تو دايمنشن او شيء يسموها بعد اسم ثاني ماتريكس خلينا ناخذ طريقه الطريقه الثانيه اللي هي شنو طريقه الاعمده
طريقة العمل لوكيشن نفس الحالة المن للأي I و J يساوي لوكيشن الموقع بس الحد اللي جاي نفس الشيء ما تفرق C M نفس الشيء T N P J ناقص واحد زائد I ناقص واضح؟ عرفنا اللوكيشن شنو؟ اللوكيشن هو شنو؟ قلنا تخزين أول عنصر؟ أول عنصر يخزن قلنا بالمصفوفة إذا كانت عندنا مصفوفة هذا أول عنصر هو شنو؟ اللوكيشن هو اللي راح يعطينا بسؤال ومرات يطل هنا عندنا اختلاف شنو بس الان الان شنو هو توتال نمبر اوف شنو رو يعني عدد الاعمدة واضح واضح استاذ واضح استاذ عدد الاعمدة العفو عدد الصفوف روز اكو فرق بين القانونين هنا بطريقه الاعمده ايش طلب من عندنا؟ طلب من عندنا عدد الصفوف وبطريقه الصفوف ايش طلب من عندنا؟ عدد الاعمده هسه راح المفروض هو انتم عندكم المتن اكو مثال راح انزل لكم اياه find the address بس شوي ركزوا وياي يعني. find the address of the element b يقول اوجد موقع العنصر اللي امسحكم نكتب ال أحكي لكم القانون من سوريا حتى تكون واضحة هاي الصفوف نعمل في شيء بجاي هاي بجاي تساوي في شيء زائد سي بي واضحة القوانين الثانية؟ نعم استاذ واضحة نعم استاذ واضحة نعم استاذ واضحة زين حتى يكون القوانين أمامنا ونشتغل بالأعمدة نفس طريقة الصفوف هم آخذهم عمود عمود يعني لو كانت عندنا هاي المصفوفة لما نخلص من الشرح أكثر هاي ثلاثة 11 20
هنا بالأعمدة نفس الحالة هنأخذ عمود عمود. العمود الأول أخليه هنا. شوفوا العمود الأول من هو؟ اللي هو الثالثة؟ ثلاثة ستة ستة سبعة. زين راح أخلي العمود الثاني ويا 11 شنو؟ 2 5 بعدها أخلي العمود الثالث ويا 20 واحد أربعة. هاي شنو طريقة الأعمدة؟ نفس الحالة إذا بدنا نبني وهكذا واضحة يا شباب؟ واضحة أستاذ. واضحة أستاذ. واضحة أنت ركزوا وياي على المثال. ما انا ما اقدر اشارك لكم بس راح تنزل عندكم والمثال هذا موجود محدود. راح يكون موجود محدود بالمدرسه. يقول find the address. find the address. اوجد العنوان of the element للعنصر b. شوف العنصر اللي يريده b. مثال القوانين ما تسمع لها طبيعي. هنا انا راح نجي شنو اكزامبل. يريد الموقع العنصر بي شنو؟ 2 3 النمر اوف ذا اراي للمصفوفة. المصفوفة شنو هي؟ الاراي اللي هي اسمها بي متكونة من 5 و 6. من يجيب لي شنو 5 و 6؟ من يجيب لي 5 و 6 شنو؟ ما قلنا ليش المحاضرة 5 تكفي شنو؟ صفوف. صفوف والست الأعمدة. والست الأعمدة. واضحة؟ واضح استاذ. زين. واضح استاذ. فايند بس ركزوا شوي وياي واسمعوا. فايند ذا ادريس اوجد الموقع او مواقع ذا ايليمنت العنصر بي بي 2 3 بي 2 3 هذا الموقع للمصفوفة. المصفوفة كلها شنو هي؟ بتكون من 5 صفوف وست اعمدة. اسوم افترض شوفوا افترض 2 بايت ستورج. هذا ال 2 بايت هو يساوي سي. شوف شلون انطاني اياها هنا؟ انطاني اياها 2 بايت. يعني اذا كان انا مخزن هسه راح نكمل اشوف. And the string address to store the array is 500. 500. 500 من هو هذا؟ هذا هو اللوكيشن الأول بداية التخزين. هو يريد طريقتين، يريد طريقة الأولى طريقة الصفوف ويريد طريقة الأعمدة. يريد طريقة الصفوف ويريد طريقة الأعمدة. أوجد شنو موقع العنصر ب 2 3. يعني شنو ب 2 3؟ يعني ب العنصر اللي واقع بالصف الثاني بالعمود الثالث. واضح عندكم هذا؟ يريد البي اللي موجود بالصف الثاني العمود الثالث. زين اجي اطبق القانون على هسه اول وحده الرو. طريقه الرو راح نجي هنا نطبقها. لوكيشن B element شو هنا غيرت على القانون إن ما نتغير بالأسماء. B element للاثنين الصف الثاني بارز شنو أو هو كاتبها
الطريق مثال اللوكيشن هنا كده عندي لوكيشن 500 زائد السي ايش قد عندي هنا نعطيني اياه؟ هذا هو السي 2 في افتح قوس الاي هنا ايش قد؟ الام الام منو يقول لي ايش قد؟ استاذ ستة في افتح قوس اثنين ناقص واحد ليش؟ اي ناقص اي ناقص واحد الاي هي اللي بتسمينه هاي نسوي القانون بالطريقه الخارجية زين زائد ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد يساوي ايش قد يساوي؟ طبعا بالبداية داخل الأقواس هاي معروفة داخل الأقواس هنا راح يطلع عندي ايش قد؟ واحد وهنا راح يطلع عندي اثنين اثنين زائد ثلاثة ثلاثة في ستة 18 قد يطلع يلا حسبوها 18 ستة 18 ستة في ستة 18 حسبوها قد يطلع الناتج 520 شو؟ شلون 520؟ يلا 536 قطع احسبوها يلا شرط مو كلامين شاركوا حسبوها ما عندكم اوراق واقلام خمسمية وستة وثلاثين ما ادري انا اريد رقم الارقام اللي جاي تحكيهم يمكن غلط 576 590 شوفوا شباب هاي انتم ما حاليها داخل الاقواس خليني اعطيكم اياها لوحدها العمليات شوفوا انا جنبي هذا التركي اخر شيء اثنين في قوس ستة قوس هاي في اثنين ناقص واحد زائد ثلاثة ناقص واحد شلون احل هاي العملية؟ سيد أول مرة الأقواس أول مرة الأقواس؟ هذا قوس طالع من عنده اثنين هذا قوس طالع من عنده واحد هاي بيناتهم زاد زين دوري مو قوس الستة غير لازم تنضرب الأولوية غير للضرب نعم الأولوية للضرب
ستة في واحد ايش راح يصير؟ ستة ستة في واحد ايش راح يطلع لي من هنا؟ راح اكتبها مباشرة، راح اكتبها ستة، راح اكتبها ستة لأن هيك كان بين قوسين. وهنا انا مضربات في شنو؟ في اثنين، هاي اثنين مات. من هاي العملية لازم شحن، لازم احن شنو؟ الأقواس؟ الأقواس؟ الأقواس 2 زائد 6 ايش قد 8؟ في اثنين. 8 في اثنين 16 زائد 5 سنين. بس شوية إنه لأن هي هاي كلها رياضيات، رياضيات ما عندي بيها مشكلة. زين هسه بعد هذا راح أمسح. أريد من عندكم وفق علمكم تحاولوا لي بشنو طريقة الأعمدة على نفس المعطيات اللي موجودة، على نفس المعطيات الموجودة أريد منكم طريقة الأعمدة وتنطوني رقم. يلا سووا طريقة الأعمدة لكم دقيقتين أو لا 3 دقائق. يلا صار 521. صار 520. صار 521. ها يا شباب ايش قد طلع؟ 521. دقيقة خليني بديها من البداية. 516 طلعت عندي. زين اول شيء حنان ايش قد طلع عندك؟ حنان سمعيني، انتم مشغلين البرنامج ورايحين شنو؟ ساجو عقيل ايش قد طلع عندك؟ حنان وعقيل ما موجودين. زين رشا ايش قد طلع عندك؟ رشا ما موجودة. 520 طلع عندك؟
زين فاطمة حسون عباس ايش قد طلع عندك؟ 521. زين مصطفى ايش قد طلع عندك؟ 521. زين فاطمة علي ايش قد طلع عندك؟ 520. زين فرات استاذ 520. هاجر استاذ 514. روزة 521. زينب زينب ما موجودة تنضاف للقائمة. 520. ها زينب موجودة. ايش قد طلع عندك؟ زينب طارق 520. زينب راضي 520 استاذ. اسراء 514. احمد احمد كناور نعم استاذ 514 استاذ. زهراء ريحان 7 استاذ 521. شلون طلعتوا؟ زين العابدين محسن استاذ انا ما ضايف اسمي نسوني جي. زين العابدين محسن دام صار ايش قد طلع عندك؟ 520. هيفاء استاذ 521. سجا 521. دعاء استاذ 536. فاطمة منجيد 533. زهراء كاظم استاذ 522. عافية زهراء والله بطل. علي حسن استاذ 516 طلع عندي. هديل استاذ 521. يعني بس زهراء كاظم هي اللي حلتها. خلينا نشوف شنو وين نحط الامر. شاشة واحدة. يلا خلينا نجي ثانية. قلنا طريقة شنو؟ كورونا. نرى الحجة لوكيشن المن للبي مين وثلاثة يساوي 500 ثابتة زائد 2 ثابتة في هنا نسيل الان ايش قد؟ الان ايش قد؟ خمسة في 3 اللي هي شنو؟ ناقص 1 زائد 2 ناقص 1. نفس الحالة نفس الطريقة شنو نحل؟ هاي ايش قد تطلع؟ 1 زائد هنا ايش قد عندنا؟ 2 2 في 5 5 10 10 10 يعني هنا ايش قد راح يصير؟ 11. هذه كل المضروبات في 2. زين 11 في 2 22 زائد 500 522. إذن هذا يساوي 500. ما شباب
نعم شباب واضحة؟ نعم استاذ. نعم استاذ واضح استاذ. ليش ما ليش ما حليت؟ استاذ ممكن سؤال؟ اي جواب. استاذ احنا هنا عندنا الان هو عدد الاعمدة. بس على صوتك حتى الان الان احنا ما عندنا عدد الاعمدة؟ لا قلنا طريقة في الاعمدة اخذ عدد الصفوف. بالأعمدة أخذ عدد الصفوف والصفوف الأخرى الأعمدة هي بالعكس. أنتم يجوز شفتوا هذا السهم وخربط الوضعيات. نعم أستاذ. أستاذ من ليش هنا أنا ستة وهنا خمسة مخلي بدال الآن؟ أمن سأل؟ أنا دعاء هنا خليها ستة والجوة خمسة يعني. أنا كاتب القوانين فوق حتى جميل القوانين. لا لا بالقانون عندنا لوكيشن لوكيشن شنو سي بي على سي بي شنو ام ام هنا ام عدد شنو عدد الأعمدة. هنا عدد الأعمدة وهنا الآن شفنا عدد الصفوف يعني افتهموها افتهموها هيك الطريقة الصفوف آخذ عدد الأعمدة اللي هو M الطريقة الأعمدة آخذ N اللي هو عدد الصفوف بالعكس طريقة الأعمدة آخذ عدد الصفوف طريقة الصفوف آخذ عدد الأعمدة. وضحت هسه دعاء؟ نعم استاذ واضح وضح. زين هسه خلينا ناخذ بعد راح امسح القوانين راح امسح القوانين يا استاذ حفظتوهن او كتبتوهن زين هنا يقول example شوفوا هذا المثال if you have the following data and يقول عندك هاي if you know the starting address شوفوا starting address يعني شنو starting address لا راح اكتب العنوان starting address شنو يعني واحد اثنين ثلاثة منين يقول شنو يعني starting address يعني اول عنصر تخزن بال starting address اول موقع اول عنوان ايش قد 1224 and 2 بت او 2 بايت هذا من هو سي سي application سي شوف الطريقه زين find the location of the element 450 يريد موقع العنصر من هو هذا 450
اريد موقع انسر 450 and 230 ويريد موقع هذا الانسر. شنو الاختلاف هنا بالسؤال؟ شنو الاختلاف؟ هذا العنصرين يريدهم أعمدة. لا هو يقول لك يحدد لك شوفوا أنا من أنطيكم بسؤال لازم يقول لكم طريقة الأعمدة لو طريقة الصفوف لازم يحدد لكم أنت ما تجي تحل بكيفك لو طريقة أعمدة لو طريقة الصفوف لازم يحدد لك بالسؤال بس هنا اختلف إنه انطانا أرقام انطانا عمود وصف زين منين اجيب هنا؟ خليني اكتب القانون مالتنا. هنا حددنا القانون الاعمده خليني نكتب قانون الاعمده. شوف قانون يقول لوكيشن. زين هنا شو اسميه؟ المصفوفه. يا رب اقول شو اسم المصفوفه؟ وما اعطيني اسم. اي اسم اختار؟ اي اسم اختار؟ اكس. زين هنا الاكس المن تعال ما اعرفه هذا مجهول عندي 1400 اعرفه او 1224 اللي هو شنو اللوكيشن زائد 2 اللي هو شنو سي مرو بمن طريقة الأعمدة وطريقة الصفوف طريقة الأعمدة يعني عدد الصفوف هنا عدد الصفوف ايش قد من هاي المصفوفة؟ كم عدد الصفوف؟ ثلاثة مضروبة في جي ناقص واحد جي ايش قد؟ جي ايش قد؟ 450 ها؟ 450 لا لا ماكو هيك رقم شوف من يجيكم هيك سؤال حتى تتخلص من الموضوع وتحل شو تسوي؟ تجي ترقم تجي ترقم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واضح؟ هسه هو ال 450 لوكيشن 450 يا صف ويا عمود صاير بالصف الثاني بالصف الثاني العمود الثاني العمود الثاني يعني هاي اي وهاي جي خلاص نحل السؤال بعد نحل السؤال اذا هنا الجي 2 ناقص شنو واحد زائد الآي ناقص واحد تقل اثنين ناقص واحد مو هيجي ولا شو يساوي؟ يلا على السريع حلوا لي اياها بسرعة 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 تقل تطلع تقل تطلع طيب 1236 لا دقيقة دقيقة واحد 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 علي ايش قد طلعت هيك؟ استاذ 1236 خطا علي بعد احمد 1236 استاذ 1244 لا خطا بعد 1226 استاذ 1232 1232 لا خلينا نجي الحين جاي يخطون به اول ما تجي تفك الاقواس هذا ايش صار عندي واحد زائد واحد بس الواحد مضروب به من ثلاثة مو ولا خمسة زين واحد في ثلاثة زائد واحد
أربعة. اثنين. يعني أربعة في اثنين. ثمانية. زائد واحد اثنين اثنين أربعة. في يساوي؟ 200 و30 يلا على السريع انطوني رقم1238 هذا تقول والله دقيقة هذا بس خلينا نشوف البقية 132 1234 نعم استاذاني فرات صحيح فرات صحيح 1234 ليش؟ تم نجي نحيطة هو هسه شو من عندي؟ لوكيشن شنو؟ الاكس المن المن الاكس ثلاثة ثلاثة يعني بالصف الثالث بالعمود شنو؟ الثاني 1224 زائد 203 ما عندي بيها مشكلة هنا ثلاث صفوف في 2 ناقص 1 زائد 3 ناقص 1 واضح؟ عرفنا شنو الثلاثة شنو الثلاثة؟ زين من هاي من هذا القصر راح نحصل 2 زائد قوس هنا راح نحصل 1 في شنو؟ في 3
زين هذا كله مضروب شنو القوس مضروب في اثنين هيك تفهمون او مضروب في اثنين هسه من هذا شو راح نحصل؟ راح نحصل ثلاثه زائد اثنين اللي هو مضروب كله في اثنين يعني راح نحصل 12 اثنين في خمسه شو يساوي اثنين؟ 10 هذا نضيفه بال 1024 راح يصير عندنا شنو؟ 334 334 واضح؟ واضحه طريقه واضح زين هسه اللي اريده من عندكم احنا هنا حلينا بطريقه شنو؟ طريقة العامل. هذا المثال بطريقة شنو؟ الصفوف. أريد طريقة صفوف. حلوا لي. يا شباب ما يحتاج لهيك وقت 1238 اللي انت منه فرات هل انت من عندهم من الوين؟ نعم استاذ ال 230 230 ايش قد طلع عندك؟ 1238 1238 بس دقيقة خليه أسجل هنا
فاطمة سوي كتن يطلع استاذ ما فرات صحيح فرات خليته صحيح الموقع يصير يعني هو ترى مجرد لأن المصفوفة ثلاثة في ثلاثة فما راح يتغير عندنا شيء يا شباب ما راح يتغير عندنا شيء يعني غير عندنا شيء كلش بسيط بس يأثر على الحين شنو راح يتغير عندنا؟ مكان ثاني ومكان ثالث بس هاي لا راح يتغير عندنا هذا نفسه 1 2 2 4 زائد 2 في 3 ثابته لان هي مصفوفه 3 في 3 3 في 3 يعني عدد الصفوف مساوي عدد الأعمدة إذا هو أم إذا أم نفس الشيء أم يساوي أم لماذا؟ لا أنا راح شو يصير عندنا ثلاثة ناقص شنو؟ واحد زائد اثنين ناقص واحد مو هيك شيء؟ قانون الصفوف نسيناه؟ قانون الصفوف نسيناه ولا بعدني؟ قال الاخيره مهم 3 ناقص 1 سؤال قوس الاخير لا شوف هو هذا العنصر اللي عندي هذا لوكيشن ام للاكس اللي هي صايره شنو بالصف الثالث بالعمود الثاني بالصف الثالث بالعمود الثاني واضح؟ نعم هذا اللوكيشن او البيس ادريس بدايته هذا السي هذا شنو هنا شو يصير في القانون؟ هنا عدد الاعمده ايش قد عندي هنا؟ ثلاثه ثلاثه ناقص زين هنا بالقانون ايش عندي؟ جي هذا ناقص ناقص واحد واي ناقص واحد ثلاثه القانون هذا نرجع للقانون ونشوفه من هذا راح احصل ايش قد؟ واحد من هذا راح احصل ايش قد؟ اثنين مضروبه بالثلاثه ايش قد راح يصير عندي؟ سته زائد واحد سته زائد واحد كل هذا راح يصير راح يكون كله سبعه سبعه مضروبه ب مضروبه باثنين 14 يعني واحد اثنين اثنين أربعة زائد 14 الأربعة ويا الأربعة والواحد ويا الاثنين
راح يؤدي الى هذا الجد 1238 ها واحد نعم استاذ نعم بدكم تركزوا لي على شغله هسه راح احكي هنا اذا كانت عندك مصفوفه ما عددها كبير وبالي صفر واحد اثنين ثلاثه صفر واحد اثنين ثلاثه هسه هاي مربعه لان ايش وقت تكون مربعه المصفوفه اذا كانت عدد الاعمده يساوي عدد المصفوف زين مين يقول هنا الان شو يساوي والام شو يساوي؟ الان قلنا شنو؟ أربعة في أربعة الان ايش قد يساوي؟ أربعة. والآن؟ أربعة. مضبوط؟ لا تقدركم الترقيم. الترقيم أنا لا علاقة لي. عدد الأعمدة أحسبها على بلدنا حساب عرب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. عدد الصفوف واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وهكذا. واضح يا شباب؟ واضح استاذ المنزله راح احاول انزل لكم اياها اليوم او باكر بعد الترتيب اكو بيها برنامج بالسي بلس بلس يعني احنا ندرس الهياكل بلغه سي بلس بلس فاريدكم تطبقونه بالحاسبه وتشوفون شنو النواتج مالته وان شاء الله الموضوع سهل ما عندنا بيه مشكلة اكو احد عنده سؤال عنده استفسار على موضوع الصفوف والاعمدة ايجاد موافقة عناصر طريقة الصفوف وطريقة الاعمدة اكو احد ما وضح عنده شيء نعم بصيغة السؤال يعني اذا اجى سؤال عليه شلون صيغة السؤال؟ خليني بس اطفي التسجيل دقيقة